السلام عليكم ورحمة الله. أمين غازي مقدم طريق الكركارية. هذه الزاوية الكركارية نقوم بهذه السياحة الصوفية كل سنة. السياحة الصوفية عبارة عن سير على الأقدام لتربية النفس. السياحة ديالنا بدأت تقريبا من مدينة الناظور حتى الآن مدينة الجديدة على مراحل، كل سنة مرحلة. هذه السنة كانت المرحلة من مسجد المغفور له محمد الحسن الثاني إلى ضريح مولاي عبد الله أمغار. فهذه السياحة الصوفية تكون بالذكر والاستغفار والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتربية النفس والله باش الله عز وجل يحفظ هذا الوطن ويحفظ الشعب ديالها ويحفظ الملك ديالها ويرحمنا بالأمطار والرزق وكاع المسلمين إن شاء الله بإذن الله. هاد الصفا طرقنا يوم الثلاثاء ليلا تقريبا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء حتى الآن، حتى اليوم السبت ظهرا. هاد اللباس سموتو اسمه المرقعة أو الملبد، هو يعني لباس أهل الله جل وعلا، هو لباس ليس مستحدث وإنما هو مجدد، لأنه كان عند كل أهل الله، هو لتربية النفس، كان عند المريدين كاملين من مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه وأرضاه وإلى الآن. فهو لباس تربية النفس عبارة عن رقع بإثنى عشر لونا على عدد حروف لا إله إلا الله وعلى عدد حروف محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هو بشكل تطوعي، يعني هي هذه السياحة هي ركن من أركان التصوف، ركن من أركان التصوف، السياحة، الذكر، ذكر الله اسم مفرد، الخلوة، الصوم، القيام، فكل هذه يعني أصول من أصول طريقة الكركارية السياحة، لأن الشيخ ديالها هو أول من ساح لمدة 10 سنوات. يعني بالنسبة للبلد المغرب فهو معروف بأنه بلد تصوف، لأن يعني معروف أن في المتن ديال سيدنا ابن عاشر قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك، فعقيدتنا عقيدة أشعرية ومذهبنا مذهب مالكي ويعني أصولنا أصول صوفية. في المغرب عرف بأهل الله، يعني ماشي غير في المغرب، يعني لو ذهبت في الأقطار كاملين يعني قاعد الدول العربية أهل الله اللي معروفين فيها تجد أصولهم مغاربة، مثل مثلا أبو الحسن الشاذلي أو أبو عباس المرسي، أو فهذو كلهم أصلهم مغربي. فالمغرب بلد صوفي وأهل الله فيه كثار، لما رضي الله عنهم وأرضاهم يعني قبضهم الحق وتوفاهم إليه بقات ديك البقعة ديالهم بقعة مباركة الناس يزورها لطلب يعني المغفرة للمدفون واستمطار رحمة الله عز وجل. يعني الإنسان كيكون في السياحة قبل السياحة كيكون في المنزل دياله عادي، عنده قاع متطلبات الحياة ومتلذذات النفس، فالإنسان لما يخرج في السياحة يعني ما غاديش يكون عنده الفينيبات، يمكن ما يلقاش مكان الأكل، ما يلقاش بزاف ديال متطلبات الحياة. فهذه الإنسان يعني يتعود على الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث اخشوا شنو فإن النعيم لا يدوم. بأنها الطريقة طريقة المحبة، وبأن الدين ديالنا هو دين جميل ودين الحب ودين السلام ودين ذكر الله جل وعلا.